رئيس الخدمات العامة للمكتب فتحي مبروك عبد الله. طبعا اليوم الموافق 31/8/2021 قمنا بحملة مضافة في مدينة مسلاتة، وذلك بإشراف إدارة الرقابة وهيئة الرقابة وديوان المحاسبة، والحمد لله على قدر المساق مستمرين في هذه الحملة حتى النهاية بعون الله، والقضاء على القمامة نهائيا بعون الله. ولابد من حال حلت مشكلة المكب النهائي في مدينة مسلاتة بعون الله على قدر المساق حتى نهاية هذه الآفة والتخلص من البغضاء بعون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاسم خيري عمر أحمد الفيتوري، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية مسلاتة. تابع فرع هيئة الرقابة الإدارية مسلاتة موضوع تكدس القمامة في المدينة، وتواصل مع الجهات المعنية والمسؤولة، إدارة الخدمات الصحية، إدارة الخدمات النظافة مسلاتة، وكذلك رئيس شركة الخدمات النظافة المرقد. فاليوم كانت حملة شاملة للمدينة، وبعون الله سيستمر هذا الموضوع حتى تكون مسلاتة بلد آمن ونظيف من القمامة والتلوث البيئي. وبارك الله فيكم، ونشكر كذلك كل من ساهم وكان عونا لنا في استكمال هذا الموضوع.